بأليانز أرينا هناك في مدينة ميونخ الألمانية في مباراة انتهت بفوز الباير بهدف إردال بهدف دون رد. مباراة ودية كانت في 20 يوليو في عام 2016. ضربة البداية إذن لشوط وأرض الزهور. هذه محاولة ريبيري يحاول كرة أولى لمصلحة مانشستر سيتي عن طريق الجهة اليسرى. محاولة وكرة عرضية ولكن رأى تقدم وأيضا كرة عرضية وتصويبة من مانشستر عن طريق الجهة اليمنى. يحاول مانشستر سيتي هذه كرة عرضية فيها تغطية. هذه كرة لمصلحة البايرن. لمسة عن طريق رياض محرز يحاول داخل منطقة الجزاء. مطالبة بوجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة ولكن محاولة كرة خطيرة لمصلحة مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء ولكن حالة تسلل هي الأولى في المباراة. حالة تسلل في الدقيقة 7 أيضا من شوط المباراة الأول. مانشستر سيتي في الأيام القادمة. هذه كرة تلعب طويلة لمسة ولكن تصمة البدلاء لكن رياض يحاول لمسة وكرة ولكن أولريتش تصدي وردة فعل ممتازة. الكرة في الناحية اليمنى عرضية دفع دالبا في التغطية رياض في الجهة اليمنى انطلاقة وكرة خطيرة لمانشستر ولكن كومان يعطي وكومان يلعبها وكرة خطيرة لمصلحة البايرن داخل منطقة 2008. هنا محاولة كرة إلى الأمام خطيرة لمصلحة مانشستر. مستمرة أيضا مع الفريق البافاري لكن لدينا كرة عند نيميتشو. يا الله القائم يقف مع الفريق البافاري. أكثر من كرة وأكثر من فرصة وأكثر من محاولة. هذه المرة القاهرة كومان لمسة رائعة إلى روبين ما زال يحاول ولكن أيضا رافينيا تقدم. رافينيا يحاول رافينيا يلعبها عرضية بروس. الفريق البافاري يسجل أولا. بايرن ميونخ يتقدم بعد كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى ونهاية أروع في شباك. برافو يتقدم الفريق البافاري. يتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية ولكن كلاب مع واحد من أشهر الأندية في تشيلي كولو كولو معروف. الكرة في الناحية اليمنى خطيرة للمحاولة لك فرانك ريبيري يلعبها إلى روبن. يا سلام يا عيني الله على أجمل لمسة على أجمل صناعة على أجمل لعبة وأجمل حطة من ريبيري إلى روبن ومن روبن إلى المرمى. مذهلة مدهشة جميلة رائعة. الفريق البافاري والثالث قريب ولكن أيضا الدفاع يتدخل. درب منتخب كرواتيا الذي قاد منتخب بلادها إلى المباراة في وسط الملعب. محاولة لمسة وتمريرة إلى الأمام وفي الجهة اليمنى. محاولة خطيرة وكرة جميلة من بودن في اللقطة الأخيرة. كرة عرضية رائعة ببطن القدم رائعة الكرة الأخيرة ولكن سهلة. رافينيا ريبيري إلى داخل منطقة الجزاء كرة روبن يعني برافو هذه المرة برافو يتصدى هذه المرة في التقدم إلى الأمام. خطيرة هذه الكرة لمصلحة مانشستر. العودة العودة روبن يدخل إلى منطقة الجزاء. روبن يتوغل روبن يلعبها إلى ريبيري ريبيري بروس في تاريخه. هذه محاولة كرة إلى الأمام لمصلحة سيتيزنز ولكن الفارق سيلفا يتقدم إلى الأمام كرة عرضية ولكن المنافذ لكن هنا محاولة إمكانية الاختراق. أكيد أشهر أوكراني في الكرة هو التدرج إلى الأمام. وهذه كرة لمصلحة سيتي خطيرة تصويبة وكرة يا عيني دياز حطها عبد القادر ولكن كرة قادر عند ريبيري أو هذا روبن. آريان ينطلق يتوغل يتلاعب. باين تسجيل ثالث الأهداف في هذه المواجهة. كرة عرضية أقصى جهة اليسار خطيرة بالكرة لمصلحة الفريق البافاري عرضية وكومون بوجه القدم ولكن أيضا المدافع إيريتش القائد الفرنسي يلعبها عرضية رائعة إلى روبن باليمين. ما زال
الى رافينيا في الناحيه اليمنى، كره عرضيه بعث عن الضربه الراسيه جبيه في السنوات الاخيره. هذه محاوله برناردو يحاول، ولكن ايضا هذه كره برناردو يحاول فيها سيلفا، يتوغل سيلفا، يا ساري يا رايه من الدول البرتغالي برناردو سيلفا. سيلفا الكبير يغيب لكن سيلفا الصغير يحضر ويسجل في هذه المباراة هنا بمرور رائع، تقدم ونهاية أروع. لكن أيضا التغطية من جانب الدفاع، الاستعادة من جانب فودن. والأيام الماضية فريق ليفربول ريدز لقيادة طبعا إلى نادي جيرونا هناك في إسبانيا. هذه كرة عرضية ولكن برافو يتدخل، تدخل ممتاز من برافو قبل أن تصل الكرة الأخيرة إلى كومان، تدعو إلى ريبيلي، تدخل ثاني كرة في الناحية اليمنى مصلحة مانشستر إلى الأمام، ولكن أيضا قدم برناردو محاولة خطيرة للسيتين سانز، وكرة لوكاس يستغل خطأ أولريتش ويسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي بعد كرة رائعة مصوبة من برناردو. وأيضا أولريتش ردت فعل لم تكن كما ينبغي، لكن نهاية كما ينبغي، نهاية رائعة في مرمى بايرن ميونخ. يعود تشوي كرة في الناحية اليمنى، لمسة إلى روبن وكرة واغنر بعد واغنر رائعة. ما زال روبن يمرر إلى كومان، ممتاز الكرة عند الفرنسي، مروا عدى كومان، مروا عدى وعدى ومروا يلعبها عرضية، ولكن تغطية من جانب الدفاع أصبح يلعب بشكل رائع بشكل عنيف. هنا محاولة لوكاس نار، الكرة في الجهة اليمنى، محاولة عرضية داخل منطقة الجزاء. أيضا أندية أصبحت أكثر قوة مما كانت عليه في المواسم الماضية، وتحديدا الريدز ليفربول اللي ناوي نيف أكيد يكون منافس على اللقب في الموسم المقبل. سينال أيضا إمكانية أن ينافس غير مستبعدة. الكرة في الناحية اليوم الخامس في تاريخه، الرقم القياسي والريكورد، يتلاعب أمام منطقة الجزاء الكرة لمصلحة البايردو إلى أدريان في الناحية اليمنى، من إسباني إلى برتغالي برناردو، يا سلام يا سلام على ذكاء، يا سلام على كرته وتصويبته في مرمى أولريتش. مانشستر سيتي يقلب الطاولة عن طريق برناردو بعد دخول، انقلب كل شيء في المباراة، تغير. كومان يتقدم، كومان يحاول، كومان بعيد الدفاع هذه المرة، والكرة بتعدي. هل يفعلها السيتي ويسجل الرابع، كرة الرابع، ولكن الدفاع هذه المرة، برناردو يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة حتى الآن، أفضل لاعب في المباراة إلى روبن. روبن يحاول، روبن يعود للمتعة، روبن يعود للتسجيل، كرة البديل في شوط البافاري لا لا يعرف. هذه محاولة، كرة روبن المعروف، بل الذي لا يعرف، روبن مر وتقدم وتوغل وشق طريقة في الجهة اليمنى، ولكن بعد ذلك الدفاع يتدخل.